السلام عليكم، صباح الخير. عاتبني الحقيقة أكثر من واحد بأني دائما أبدأ سنباتي بمرحبا وقال تحية المسلمين السلام في السلام. أنا الآن في انتظار أدخل اجتماع بعد فترة بسيطة، فعندي شوي من الوقت أستغله في ذكر قصة رائعة جدا في العطاء. هذا شخص يذكرونه قبل تقريبا 10 سنوات، توفى الله يغفر له ويرحمه، كان وكيل وزارة، كان رجل كبير في السن وقدير ومحترم من الجميع. الرجل معطاء جدا في عمله، عملي من الدرجة الأولى ويقدم عمله بكل تفاني، ولكن في المقابل ما يتشنج عند الخطأ ودائما هادي. ما كان أبدا يرد أي شخص يجي يطلب منه أي خدمة يستطيع القيام فيها بأي حال من الأحوال. وكان معروف عند كثير من الوكلاء والوزراء في الدولة بأنه أكثر شخص يحول لهم الناس، دائما يجون ناس من طرفه هو محولهم إلى المسؤولين. غير عمله في الوزارة، إذا وصل البيت يوقف سيارته برا البيت ويوقف يلاقي مجموعة من الناس جايين يبغون شفاعته عند مجموعة من المسؤولين. يستمر في شفاعته بالكتابة للمسؤولين إلى الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني، هذا الرجل معروف لدينا ونأمل خدمته وما إلى ذلك. يقعد يكتب للناس على شنطة سيارته إلى أن يقيم صلاة العصر، يتوقف بعد ذلك يصلي العصر ويدخل بيته. وهذه حالته بشكل يومي طالما أنه موجود في الرياض، ما يرد أحد يجي يطلب منه شفاعة لو للمرة المليون. عياله شعروا أنه هذا الأمر ممكن يؤثر على قيمة والدهم عند المسؤولين، ففكروا يجلسون معه ويناقشونه في الموضوع. قالوا له بشكل مختصر أنه أنت لو أنك مسؤول ويجيك 20 واحد من طرف شخص واحد، المرة الأولى بتخدمه، الثانية بتخدمه، بعد كذا خلاص. وقالوا له أنه هذا الأمر قد يفقد قيمتك قدام الوزراء والمسؤولين، بأنه يصير توقيعك زيه زي عدمه، لأنه دائما يشوفون. رد عليهم رد مباشر وبسيط وسهل جدا، ولكنه عميق جدا في معناه في مجال العطاء للغير. قال لهم: يا عيالي، حاجات الناس مقضية بي وبدوني، واللي قاضيها رب العالمين سبحانه، لكن المحظوظ هو اللي يجعله رب العالمين سبب في قضاء حوائج الناس. أنا هنا بتوقف شوي على قناعة هذا الرجل العجيبة جدا، اللي تقول إنه قضاء حوائج الناس من الله سبحانه وتعالى، ما هم مني أو من أي شخص. وأنا أشوفها على نفسي في كثير من الأمور. كثير من الناس اللي طلبوا مني خدمة في وقت من الأوقات خلال 10-20 سنة ماضية، هل توقفت حياتهم؟ في المقابل أنا بعد الله سبحانه وتعالى لجأت لكثير من الناس، طلبت منهم مجموعة من الخدمات ورفضوا. هل توقفت حياتي بعدهم؟ قطعا. فقناعة هذا الرجل عجيبة جدا، أمور الناس مقضية من رب العالمين، والقاضي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى يفوض بعض خلقه لقضاء حوائج الناس، والحضيض هو اللي رب العالمين سبحانه وتعالى يختاره لذلك. وجعلكم خلفاء في الأرض، أنت خليفة لله سبحانه وتعالى لقضاء حوائج الناس، فلا تبخل بعطاء الله لهم، ولا تعتقد أن أي عطاء سواء مادي أو معنوي راح تقدمه لأحد راح ينقص منك شيء. العطاء بأمر الله سبحانه وتعالى هو المانع وهو المعطي. أؤكد على قناعة أنه العطاء يكون حسب الاستطاعة سواء مادي أو معنوي، لكن للأسف كثير منا يحاول يدخرها لأوقات أخرى، ووقتها راح تشعر بمعنى حقيقة أنه لذة العطاء أكثر بكثير 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 من لذة الأخذ، خصوصا من الناس. نرجع لبطل قصتنا، الله يغفر له ويرحمه، واستمر على ما هو عليه إلى أن الله سبحانه وتعالى أخذ وداعته. بعد وفاته الله يغفر له ويرحمه، يذكرون عياله أمر عجيب جدا صار في حياتهم بعد وفاة والدهم. يقولون من وفاته إلى اليوم ما توقفت لنا أي معاملة في أي دائرة حكومية ولا أي منشأة، حتى قطاع خاص. كل ما جت معامل عند موظف اسأله، قال: انت ولد فلان اللي ساكن بالمكان الفلاني؟ يقول اول ما اقول نعم يقوم ويحب راسي، يقول: يا اخي، ابوك خدمني خدمة العمر. يقول بدون مبالغة ما في موظف مرت عليه معاملتنا الا يعرف ابوي، سواء خدمه مباشرة او خدم احد من معارفه. يقولون الى مستوى الطيران يوصلون المطار معهم حج سياحي، اول ما يشوف الموظف اسمهم يقول: انت ولد فلان؟ اذا قال نعم عمل له ابي. يقولون بعد وفاة والدنا عرفنا معنى جملته الرائعة جدا،
حاجات الناس مقضية، بس الحضيض اللي يجعله رب العالمين سبب في قضاء حوائج الناس. إذا كان هذا نعيمهم هم في الدنيا وهم أبناءه اللي كانوا معترضين على طريقته، فما بالك بنعيمه في الآخرة؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، قاضين على حوائج الناس بأمر الله سبحانه وتعالى.